بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله ومصطفاه، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد تقدم في مجلس البارحة الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في قصة بداية الحياة بمكة ونشأتها، فيما أراد الله عز وجل لخليله إبراهيم عليه السلام، ولصغيره إسماعيل عليه السلام، ولأم الصغير هاجر، من قصة البقاء في بلاد فاران وهي مكة قبل أن تسمى كذلك، وما جعل الله في هذه القصة من العبر والابتلاءات والحكم التي كان مرتكزها صدق إيمان بالله وتمام ثقة بالخالق جل في علاه، وحسن ظن مع تمام تفويض الأمر وتمام التوكل على الله. قصة مليئت إيماناً وثقةً وتوكلاً على الله جل جلاله، وكانت فيما أراد الله للخليل إبراهيم عليه السلام مزيد رفعة وقدر ومنقبة كريمة لهذا النبي الكريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أتى إبراهيم عليه السلام بزوجه هاجر وابنه إسماعيل عليه السلام، فكان المقام بمكة، وقد ترك عندهما جراب التمر وسقاء الماء، ثم كانت قصة نبع زمزم وصبر المرأة المؤمنة لما سألت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. ثم كانت قصة إتيان هؤلاء القوم من قبيلة جرهم وسكناهم بجوار هاجر، حيث ألفت الأنس وآنست ذلك وألفته، فكانت الحياة كبر إسماعيل عليه السلام. تعاهد الخليل إبراهيم عليه السلام تركته، وجاء في المرة الأولى وأمر إسماعيل ابنه عليه السلام أن يطلق امرأته لما رأى من حالها التي لا تليق بزوجات الأنبياء من الكمال والصبر وصدق الإيمان وتحمل صعوبة الحياة وشدائدها في ابتلاءات الأنبياء عليهم السلام. ثم جاءه ثانية فوجد امرأته فحمد صنيعها وأمر ابنه بإبقائها والإمساك عليها. كل ذلك مما تقدم في ثنايا القصة الصحيحة التي أخرجها الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. وكان في القصة شاهد يتعلق ببناء الكعبة وبداية السعي بين الصفا والمروة ونبع زمزم، وكل تلك معالم يأتي عليها الحجيج والمعتمرون في نسكهم إلى بيت الله الحرام، فيطوفون بالكعبة وهذه قصة بنائها، ويشربون من زمزم وهذه قصة نبعها، ويسعون بين الصفا والمروة وتلك قصة هاجر في السعي بينهما. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك سعي الناس بينهما. يراد للحجيج معشر الحجيج وهم يؤمون بيت الله الحرام ويقفون بهذه المشاعر العظام أن تحيا عندهم تلك المعاني السامية، وأن تنبت في قلوبهم تلك القضايا ملؤها الإيمان الصادق والتوكل التام على الله جل جلاله. يراد بنا أن نحصل الهداية. أما قال الله عن بيته الحرام: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ها هنا هداية أرادها الله. فمن أتى بيت الله الحرام وحج واعتمر ولبى وجاء وأحرم، حقه أن يكون أحظى الناس بنيل هذه الهدايات والاغتراف منها. أنت عبد الله، أما جئت وحججت وطفت وسعيت وصليت وشربت من زمزم؟ حق عليك أن تكون لك من تلك الهدايات حظها الأكبر ونصيبها الأوفى، وأنت ترى بعينيك بناء الكعبة وسمعت قصتها، وأنت ترى زمزم وتشرب منه وعرفت مبدأه، وأنت تسعى بين الصفا والمروة وتذكر قصة هاجر في صدق إيمانها مع توكلها والأخذ بالأسباب. هذه المرأة التي قالت لإبراهيم عليه السلام
في ثقة وإيمان إذا لن يضيعنا هي التي أنجبت إسماعيل لما قال له أبوه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. العقائد والإيمان لا تورث بالولادة وبالإنجاب، لكنها التربية يا كرام. رأيتم إلى تلك المؤمنة الصابرة الواثقة المتوكلة لما رأت كما قلنا بالأمس بعين بصرها الهلاك وانتهاء الحياة ومعاينة والإشراف على الموت، كانت ترى بعين بصيرتها ما صدقت وآمنت به، فكانت بما عند الله أوثق مما تراه بعينيها. قالت إذا لن يضيعنا، لن يضيعنا، وهي ترى أن مدة ما بقي لها من الحياة هو ما حواه ذاك الجراب من التمر وذاك السقاء من الماء، لكنها قالتها واثقة إذا لن يضيعنا. فما ضيعهم رب البيت، وأتى جبريل عليه السلام يبحث بعقبه حتى نبع زمزم، وقال لها إن هاهنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لن يضيعكم. صدقت مع الله فصدقها الله. هذه المرأة المؤمنة هي التي أنجبت الولد النبي الكريم لما قال له أبوه الخليل عليه السلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، هو الموت بل بأقسى صوره وأقواها ألماً الذبح، قال يا أبت افعل ما تؤمر. ليست القضية وراثة بالإنجاب والولادة، القضية حقيقة هي تربية. رضع هذا الغلام من أمه معاني الإيمان، لتدركوا يا كرام أن تربية الآباء والأمهات وأن ما تعانيه الأسرة من صدق في تضحية واجتهاد وجهاد في تربية الأولاد سيؤتي ثماره وينضج أكله، ويكون معاني الإيمان والعقيدة الصادقة وتمام الصلة بالله وصدق التعلق بالله، والله إنه لأعظم ما يمكن أن يورثه الآباء والأمهات لأولادهم. هي جهاد، هي تضحية، لكنها رؤوس الأموال. أولادنا في البيوت، البنون والبنات هم رؤوس أموالنا، هم أثمن ما نملك، هم أنفس ما نقتني، هم أعظم من سنسأل عنهم أمام الله يوم القيامة. فمن نظر وهو يتأمل ويستبصر في رحلة حجه إلى هذا المعنى الكبير، وقد أوجزت سورة الصافات قصة الذبح بإيجاز، وليس لها ذكر في الكتب الستة على نحو صحيح يمكن أن يعول عليه في الرواية، لأن الله عز وجل قال فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي، يعني لما بلغ إسماعيل عليه السلام سنا يمكن أن يدرك به السعي والذهاب والمجيء مع أبيه إبراهيم عليه السلام، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. رؤيا، لكن رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء عليهم السلام وحي، فأخبره أن الله أوحى إليه. فما كان من إسماعيل عليه السلام وقد ملئ قلبه بالطاعة الراضية المطلقة والإيمان الصادق الذي تربى عليه وورثه من أبويه إلا أن قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وإنك لتعجب والله أشد العجب، ولست تدري، أتعجب من امتثال إبراهيم عليه السلام حين يذبح بولد تعلق قلبه بحبه، ثم خرج به مع أمه هاجر من هناك من أقصى شمال الجزيرة إلى مكة فرارا بها من غيرة سارة عليها لما حملت الغلام، وخرج بهما امتثالا لأمر الله وتركهما هنا، ثم لما تقر عينه برؤية الولد وقد شب وبدأ يمشي ويمتلك قلب أبيه حبا ويؤمر ابتلاء بذبحه، أتعجب من امتثال إبراهيم عليه السلام؟ هنا ستدرك معنى قول الله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. قال الله أيضا وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذا خليل الله إبراهيم عليه السلام، شأن عجيب في مقامات الأنبياء، ولما يؤمر بالذبح فيمتثل. لست تدري، أتعجب من امتثاله؟
وإمضائه أمر ربه، أم من امتثال الولد لما يشاوره أبوه ويعرض عليه الأمر الإلهي: يا أبتي افعل ما تؤمر، فيستجيب دون تردد ولا تلكؤ. أتدري حين يقول الأب لولده: إني مأمور بذبحك وأوحى الله إلي بقتلك، فيقول الابن طائعا راضيا: يا أبتي افعل ما تؤمر. ثم لاحظ كيف يحاول الولد ملأ قلب أبيه بشيء من التماسك والصبر والاحتمال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يدرك شفقة قلب أبيه وعطفه ورحمته وحنوه، فأراد أن يخفف عنه ذلك الوقع، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، فإن كنت قلقا علي وخائفا ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لما بلغ معا عليهما السلام هذا المقام الكريم في الامتثال لأمر الله، حتى لما بلغ أقصى درجات الامتحان والابتلاء وهو الموت ومفارقة الحياة، بلغ درجة الكرامة عند الله، فلما أسلم وتله للجبين وضع إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل عليه السلام على الأرض وطرحه وتله للجبين، وهذا الجبين جانب الوجه، فوضعه عليه وهيأه للذبح كما يفعل بالنعاج حين تطرح لتهيأ للذبح، وقيل وضعه على جبهته واتجه إلى قفاه لئلا تقع عينه عليه وهو يخر دما صريعا. فلما أسلم وتله للجبين، نعم، وأتى بالسكين يمتثل أمر الله، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. ما كان إلا ابتلاء، وما وجد ربه منه إلا امتثالا عليه السلام. وفديناه بذبح عظيم، فهداه الله بالكبش، وإذا هو كبش سمين، فذبح الكبش فداء لإسماعيل عليه السلام. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين: سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. فكانت فرحة لأمة الإسلام، لأننا من ملة الخليل إبراهيم عليه السلام، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وأتى نبينا عليه الصلاة والسلام ليشرع لأمة الإسلام ذبح الأضاحي يوم العيد، هو اليوم الذي فدى الله فيه إسماعيل عليه السلام بهذا الكبش، فضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين أقرنين أملحين، وأمر أمته بذبح الأضاحي تقربا إلى الله. فنحن ما زلنا أمة الإسلام في كل عيد أضحى نذبح الأضاحي، هي أضحية لأنها كانت ضحية عن إسماعيل عليه السلام. في الأضاحي نحن نطبق سنة نبيين كريمين حبيبين خليلين، إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وزن الأضاحي وثقلها وعظمها في ميزان الشريعة، ولهذا عظم أجرها وكثر ثوابها، وتأتي الشاة في الأضحية بقرونها وأظلافها وشعرها ودمها في ميزان العبد يوم القيامة. الأضحية عبادة عظيمة يتقرب بها المسلمون إلى ربهم كل عام. هذا تمام قصة الخليل إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل عليه السلام وبناء الكعبة وبداية السعي بين الصفا والمروة ونبع زمزم. معشر الحجيج، أصلح الله قلوبنا وقلوبكم، يراد لأحدنا كلما أتى البيت الحرام وأكرمه الله وأوفده بالإحرام حجا أو عمرة على مدى العام، يراد له أن يستلهم تلك المعاني وأن يملأ بها قلبه وأن يقوي بها إيمانه وأن يزداد به يقينه وأن يصدق في توكله. يراد منك أن ترجع من حجك وعمرتك وقد ازددت إيمانا واقتربت إلى ربك وعرفت الطريق وتعلق قلبك بخالقك ومولاك، إي والله، يراد منك أن تتعلم الدرس من هاجر وابنها إسماعيل عليه السلام، وأن تجعل الخليل إبراهيم عليه السلام نصب عينيك قدوة وأسوة، وكيف أثنى الله عليه في الملأ الأعلى. يراد للحجيج وهم يأتون البيت الحرام على مدار العام أن يقفوا على معاني الإيمان هنا وهناك. يا كرام، هذا بيت الله
ومن دخله وجد الكرامة، ولا أعظم كرامة عند الله من إيمان تملأ به فؤادك، ويقين تثبت به صدرك وجنانك. اجعل أعظم ما تعود به من حجك بعد الحج وعمرتك بعد العمرة أن تعرف الطريق إلى الله، وأن تستدل على الهداية التي جعلها الله في بيته الحرام. يا كرام، هذه الكعبة بيت الله، وهذا المقام عظيم، وهذه القصص التي تحفظها الشريعة في الكتاب والسنة إنما يراد أن تكون قصصاً تقطر على قلوبنا عبرا وفي حياتنا أثرا، ليست قصصاً للتسلية ولا لنحكيها لصغارنا وطلابنا في المدارس ونجعلها ضمن ما تتسلى به وتملأ الأوقات، بقدر ما هي إيمان ينبغي أن تغترفه القلوب، خصوصاً إذا قدمت لحج أو عمرة. فاجعل لك عبد الله في رحلة حجك من أعظم الأثر الذي ترجع به رعاك الله شيئاً عظيماً يستقر في فؤادك. تعلم إن شئت من هاجر صدق توكلها، ثبات قلبها، حسن تعلقها، ثقتها بربها، ما ترى شيئاً بين يديها، لكن لما عرفت أنه أمر الله قالت إذا لن يضيعنا. تسعى بين الصفا والمروة سعي الإنسان المجهود، لا ترى شيئاً ولا إنساً، وهي تعرف أنها بواد غير ذي زرع، لكنها لما فوضت الأمر إلى الله علمت أن الله لن يضيعها. لما وجدت الماء وآنست الحياة ودبت وأنشأت تربيتها وعاهدت ابنها بالإصلاح والتقويم والسداد، غادرت الحياة بعيدة عن مسرح الأضواء والشهرة والمعرفة والإشارة إليها، لكنها خلدت ماذا تدري؟ خلفت جداً لسيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، إسماعيل عليه السلام الذي جعل الله فيه نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وفي سلالته. هذا المجد يا كرام، مجد الحياة ليس كم عمارة بنيت ولا كم ادخرت في الرصيد ولا كم مجداً زائفاً لنفسك صنعت، مجد الحياة أن تترك أثراً وبصمة عظيمة تثبت به الإسلام في بلدك، في مجتمعك، في منطقتك، أن تكون ذا أثر حميد يخط الناس أثرهم في قفاك ويعرفون أن النور الذي جاءهم من قبلك إنما كنت سبباً فيه. مجد الحياة أن تذكر في الملأ الأعلى لا عند الناس. مجد الحياة الحقيقي أن تبعث يوم القيامة على رؤوس الأشهاد يغبطك الناس، النبيون والشهداء والصديقون والصالحون، ويرون ما لك من عظيم الكرامة والحفاوة عند الله. مجد الحياة عبد الله عندما يكرمك الله لتأتي للحج وتستلهم هذه المعاني، فتعيد من جديد النظرة إلى موازين الحياة عندك وقضاياها لترتب أولوياتها في حياتك. أمرنا الله بعمارة الأرض وبالسعي بين الأمم وبالريادة بين الحضارات، وأن نجعل لإسلامنا عزاً ومجداً وشموخاً ورسوخاً، وجعل الله أمانة هذا الدين في رقابنا جميعاً، وأن كل واحد منا في ثغرته يخدم دينه. لن تعجز إن عجزت عن قيادة الأمة، لن تعجز عن قيادة ذاتك وأسرتك وأولادك، لن تعجز عن أن تدلهم على ما تحفظ به الدين في ذاتك وأسرتك وحياتك هكذا. لكن تدري من العاجز فينا؟ الذي عجز إلى اليوم أن يقيم الإسلام في حياته، وأن يقيم السنن في طعامه وشرابه، وأن يحافظ على الهدي النبوي في سمته وهيئته ومظهره، عجز حتى عن لباسه وعن شعره وهيئته ولحيته وثوبه ومنامه واستيقاظه، هو لا يزال عاجزاً أن يتقفى فيه أثر النبي الذي يقول الله عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويقول الله عنه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يا كرام، حجاجاً وغير حجاج، أمة الإسلام، نحن أمة عظيمة، أمة ربانية، ميراثها الوحي وشرعتها كتاب الله وطريقها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لقد أوتينا المجد والكرامة من كل نواحيها، وفتحت لنا عند الله أبواب العز والمجد من كل طرقها. ماذا بقي؟ بقي أن نمسك هذا العهد بقوة، وأن نتعاهده في حياتنا، خصوصاً
في مرحلة تمر بها أمة الإسلام اليوم، فيها من الامتحان والاضطهاد والبلاء والكرب ما تمر به أمة الإسلام هنا وهناك، لكن الشأن كل الشأن وقد أكرمك الله وحججت بيته الحرام أن تعرف ماذا يراد منك. لقد أتيت ورأيت بعينيك، لقد رأيت ومشيت بقدميك، لقد أتيت فصليت عند الكعبة وسعيت بين الصفا والمروة وشممت رائحة الإيمان، وقد ملأت صدرك من معاني ما جعل الله عز وجل في بيته الحرام من الهداية والبركة، ولا تنس قول الله مباركا وهدى للعالمين. تبقى المعاني المنثورة في الحرم وفي أرضه وسمائه وفي كعبته والمقام وفي الركن والحجر وفي الصفا والمروة وفي زمزم وفي كل شيء يدلك على أن هاهنا تاريخا. هل شعرت عبد الله وأنت تطوف بالكعبة وأنت تقبل الحجر أو تصلي خلف المقام وأنت تسعى بين الصفا والمروة، أشعرت أنك تضع قدميك في طريق مشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أشعرت أنك تمشي في مكة بين سكناك في الفندق وإتيانك للمسجد الحرام وصلاتك فيه وتنقلك في طرقات مكة وفجاجها؟ أشعرت أنك تخط بقدميك في طرقات مشى عليها الصحابة الأكابر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص؟ أشعرت عبد الله أنك تمشي فوق أرض مشى عليها الأجلة الأكابر سادات الإسلام السابقون إلى الجنان؟ أشعرت أنك تمشي تحت سماء طالما فتحت أبوابها ينزل منها جبريل عليه السلام بالوحي؟ أتنفست هواء علمت أنه ظل سنين بمكة يتعطر بأصداء الوحي ينزل به جبريل عليه السلام؟ كل هذا لا يزيدك إيماناً؟ مكثت في مكة أيام وتعود إلى ديارك، إلى أهلك ووطنك، إلى أسرتك وأقاربك، حق عليك والله أن يرى فيك أثر هذا الإيمان والطاعة والنور والهدى، وقد تقلبت أياماً وعشت وجاورت بهذا المكان المبارك، فينبغي أن تعود مباركاً وقد انغمست في موئل البركة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. تدري ما أول البركات التي ينبغي أن تعود بها عبد الله؟ بركتك أنت لنفسك في حياتك أنت. وأعظم الناس فينا بركة من عاد إلى سجل حياته فنظفه تماما، عاد إلى طاعاته فاستكثر وقواها، وإلى ذنوبه وسيئاته ومعاصيه فاجتهد في محاربتها في تصفيتها وتنقيتها في التخلص من كل شوائب الحياة. نعم العبد، والله نعم العبد، عبد أكرمه الله وأعطاه وآتاه وأوفده وجعله من الحجاج هذا العام ونزلت به البركات وحلت عليه الخيرات. نعم العبد، العبد الشكور الذي رجع وقال عهد علي يا رب أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي. فلا يراه الله عز وجل إلا على طريق الطاعة ماضياً وعلى درب الاستقامة ثابتاً، ولشيطانه ونفسه الأمارة بالسوء مجاهداً ثابتاً بقدميه. نعم، لن نعيش معصومين ولن يرجع أحدنا ملكاً ولا نبياً يوحى إليه، لكن والله سيعود عبداً صالحاً ملأت التقوى قلبه وقد تعلمها في الحج في كل خطوة في المناسك، يرجع وقد عرف الطريق إلى ربه، فلن يقطع عليه الطريق قطاع الطريق سحرة مشعوذين كهنة دجاجلة يبيعون الوهم والخرافة باسم الدين، يتقربون إلى العتبات وإلى المقابر وإلى الأضرحة والذبح لغير الله والتصديق بدجل السحرة والكهاء والكهان. لن يبيع دينه بعد اليوم وقد علق قلبه بالله، لن يكون في عقيدته خرافة ولا وهم ولا باطل، وقد عرف أن الله أقرب إليه من كل أولئك من قطاع الطريق وشياطين الإنس والجن. من حج حق عليه أن يكون إيمانه بالله أقوى وتوحيده لله أنقى وقد عرف الطريق ولزم الدرب. يا كرام، حج بيت الله الحرام ليس مجرد عبادة تؤدى ولا ركنا في الدين يكتمل، لكنها صياغة للحياة من جديد. أليست ميلادا كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رجع كيوم ولدته أمه،
ارجع مولودا جديدا رعاك الله، تنسى الماضي والأمس المظلم والسيئات السابقة والمعاصي السالفة، انسى ذلك، ادفنه وقد غفر الله لك وأذن لك أن تعيش حياة جديدة. افتح صحائفك من جديد، فإذا كنت ستكتب صحيفة جديدة فانشد الكمالات رعاك الله، واسلك درب الهداية، ولتكن من بركات زيارتك لبيت الله الحرام واغترافك من بركات البيت الحرام وهدايات البيت العتيق أن تكون أعظم الناس بركة لنفسك على نفسك، فإن كنت كذلك كانت بركتك لا زالت عامرة في دارك على زوجك وأولادك، حتما سيكون كذلك. قصدت أو لم تقصد، أردت أو لم ترد، من كان مباركا في نفسه ملازما شريعة ربه جعل الله البركة في حياته، فكانت زوجته وأولاده وأهل بيته أحظى الناس بتلك البركة، ثم لا يزال المباركون تعم بركاتهم بلزومهم شريعة ربهم الحياة كلها من حولهم. ولذلك قال عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فرحم الله عبدا أكرمه الله فحج وأتم النسك وعرف النعمة وشكر الله أن يعرف قدرها، وحق عليه ألا يرجع من حجه فيكون كما كان قبل حجه. ليس هذا الشأن، ليس الشأن أن يعود أحدنا إلى مواقع الحياة كما كان عليها قبل الحج. حق علينا يا كرام أن من حج فأتى وشهد هذه المعاني أن يختلف قلبه، أن تنتعش روحه. عود مرة أخرى إلى قصة هذه الحياة التي نشأت بمكة، واليوم تأتون من كل أقطار الدنيا من قريب ومن بعيد، تأتون إلى بلد الله الحرام لتعرفوا قصة البداية ونشأة هذا الدين وأساسه الذي بني عليه البيت الحرام. فإن مكة حرسها الله وهي بيت الله الحرام وبلده الذي حرمه وقدسه، تعددت أسماء هذا البلد تشريفا له تعظيما لشأنه. وفي القرآن الكريم سميت مكة بمكة كما في سورة الفتح: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. سماها الله أيضا بكة بالباء، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، فهي مكة وهي بكة أيضا. وبكة بالباء قيل لأنها تبك الناس يعني من ازدحامهم فيها، وقيل لأنها يختلط فيها الرجال بالنساء وربما تقدمت فيها صفوف النساء وصلى الرجال خلفهم لأجل الازدحام ومما لا يمكن تلافيه بسبب ما ينشأ عن ذلك، وقيل لأنها تدك فيها أعناق الجبابرة وما بغاها ظالم ولا جبار إلا قصمه الله كما حصل لأبرهة وسائر الظلمة الذين أرادوا هتك حرمة البيت، فكانت نهاية جبروتهم على أعتاب البلد الحرام. سمى الله مكة أيضا أم القرى، قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. أم القرى لأنها أم لها والكل تبع لها، فكل الأمصار والمدن والأقطار في بلاد الإسلام تبع لمكة، تبع لها في أي شيء؟ ليس في توقيت الصلاة، فكل بلد يصلي بتوقيته، وليس في الصيام والإفطار، فلكل بلد ليله ونهاره، لكن القرى والأمصار والبلاد والأقطار تتبع مكة في القبلة فتتجه إليها، الكل يقصدها ويتحلق حولها. ولذلك أيضا هي سميت بذلك لأنها أشرف أيضا من سائر البلاد والبقاع. من أسماء مكة في القرآن الكريم أيضا البلد الأمين، قال الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لأن الله فرض فيها الأمن كما سيأتي بيانه. وأيضا سمى الله عز وجل البلدة: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. مكة أم القرى، أرض الله وبلده الأمين، البلد الحرام له حدود جعل الله فيه حد الحرم فيسمى فيه الحرم حرما، وما كان وراء الحد فهو من الحل وإن كان من مكة أو أحيائها اليوم. مكة اليوم على اتساعها وقعت بعض أحيائها خارج حد الحرم،
وبعض أحيائها المجاورة للكعبة والمسجد الحرام داخل الحرم، حدود الحرم يميناً وشمالاً وشرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، توقيف من الله عز وجل، فإن الله هو الذي جعل للحرم حدوده، ولأهمية ذلك وما تعلق به من أحكام، فإن الله عز وجل أرى إبراهيم عليه السلام وهو يبني البيت أراه حدود الحرم، وإبراهيم عليه السلام يضع الأنصار، قيل بعث الله له جبريل عليه السلام فيريه موضع الحد من كل ناحية، وإبراهيم عليه السلام يضع الأنصاب والعلامات للدلالة على حدود الحرم من كل ناحية. ما زالت العرب في الجاهلية تعتني بتحديد حد الحرم وتجدد الأنصاب والعلامات الدالة عليهم، إلى أن جاء الإسلام وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة سنة 8 من الهجرة، بعث أسد بن تميم الخزاعي فجدد أنصاب الحرم، يعني حد حدوده بمعالمه القديمة، فجدد المعالم والأنصاب والعلامات. روى أبو نعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عام الفتح أسدا الخزاعي فجدد أنصاب الحرم، وكان إبراهيم وضعها يريه إياها جبريل عليه السلام. فإذن ليست اجتهادية، ولم يضعها ملك ولا سلطان ولا خليفة ولا حاكم في الجاهلية ولا في الإسلام، إنما الذي حدها هو رب الأرض والسماء، رب هذه البلدة الذي حرمها، فالله الذي حرمها وحد حدودها. ما زال أهل مكة يعرفون حدود الحرم، وما زالت كل خلافة ودولة تتعاقب على حكم الحرمين تعتني بتجديد أنصاب الحرم، حتى كانت الدولة السعودية فجددت أنصاب الحرم وحددت معالمها. فليس طريق يدخل إلى مكة من أي جهة من الجهات إلا وهو يرى السارق فيه حد الحرم وأعلاماً منصوبة فيه بداية حد الحرم للداخل ونهايته للخارج، ليعرف الحد منه، لما يترتب على ذلك من أحكام سيأتي بيانها. قال الإمام النووي رحمه الله: واعلم أن معرفة حدود الحرم من أهم ما ينبغي أن يعتنى به، فإنه يتعلق به أحكام كثيرة وسيأتي بيانها. حدود الحرم تتفاوت قربا وبعدا، فأقربها من جهة الشمال للسالك من طريق المدينة، وهو حد التنعيم، وهو أدنى الحل كما يسميه الفقهاء، بينه وبين البيت الحرام بين 6 كيلومترات إلى 8 حسب الطرق التي تؤدي إليها، وأبعدها تصل إلى 18 كيلومترا. فهذه الحدود تحكمها الجبال والأودية، فما قرب منها قرب حد الحرم، وما ابتعد من تلك الجهة ابتعد حد الحرم، والأمر في ذلك كله توقيف إلهي جعله الله عز وجل لبيته الحرام. أيها الكرام، هذه الحدود التي حدت بها مكة حدت بها حد الحرم، سمي الحرم حرما لأن الله جعله أرضا حراما، اصطفى الله هذه البقعة وجعلها محرمة يحرم فيها القتل والصيد وقطع النبات والتقاط اللقطة، هذا من أعظم ما يعظم به المسلم مكة إذا دخلها، احترام حرمتها وتعظيمها. مكة حرام، والله يقول: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. حرمات الله كل شيء في الشريعة محترم، له حرمة وقدر ومكانة، فمكة من الحرمات، والنبي صلى الله عليه وسلم من الحرمات، والقرآن من الحرمات، وهكذا سائر شعائر الدين ومعالمه البارزة. فمكة من الحرم، والله عز وجل قال: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قال: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمه الناس. أرأيت؟ هو تحريم إلهي أزلي أبدي إلى قيام الساعة. إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمه الناس،
فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وستبقى مكة أرضا حراما يحترم فيها الإنسان أن يقتل، والحيوان أن يصاد، والنبات أن يقطع، والجماد المال الساقط أن يلتقط، فأمن فيه الإنسان والحيوان والنبات والجماد. قال الله: ومن دخله كان آمنا. جملة خبرية والمعنى فيها الإنشاء والأمر بالتأمين، ولهذا سماه الله البلد الأمين، وهي دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام. قال: رب اجعل هذا البلد آمنا. قال: اجعل هذا بلدا آمنا. هذه دعوة إبراهيم عليه السلام، فأمن الله النبات والحيوان والإنسان والجماد في هذا. يا كرام، هذا التحريم وهذا الأمان قبل أن تعرف البشرية المنظمات الحقوقية، وقبل أن تفرض المناطق الآمنة، وقبل أن تحد في بعض بلاد الدنيا أماكن وبقاع يفرض فيها حظر القتل والسلاح وتحريم كل شيء. هذا تحريم إلهي أزلي أبدي. ولما جاء خليل الله إبراهيم عليه السلام مكة وأعلن حرمتها، وأمره الله ببناء البيت، وقال: ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأمره الله بالأذان في الحج، أيضا جعل مكة حراما وأعلن ذلك. في الحديث الصحيح: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها. كيف نقول إن إبراهيم حرم مكة والحديث قبل قليل إن مكة إن هذا بلد حرمه الله؟ فهل هو تحريم إلهي أم تحريم بشري؟ هو تحريم إلهي. وما معنى قوله إن إبراهيم حرم مكة؟ أعلن هذا التحريم وأظهره وحيا من الله، وأعلنه على الملأ ونادى به كما نادى بالأذان بالحج، فجعل ذلك من شعائر البيت. إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، قال عليه الصلاة والسلام: وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. هذا الأمر الإلهي وهذا التطهير الرباني لهذه البقعة جعل لها حرمتها. دخل عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا عام الفتح، ودخلها فاتحا ويحمل السلاح، فكيف يقال إن مكة بلد حرام لا يحل فيها حمل السلاح ولا القتال، ثم يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام حمل السلاح بمكة؟ هذا جواب علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي. هذا بيان شاف كاف واف. وفي رواية في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في مكة، من أراد أن يقاتل وأراد أن يحتج بأن القتال بمكة بالبلد الحرام جائز ويستدل بقتاله عام الفتح عليه الصلاة والسلام، جاء الجواب، قال: فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله قد أذن لنبيه ولم يأذن لكم، وإنما أذن لساعة من نهار، وإنها قد عادت اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. وبلغ صحابته رضي الله عنهم، فجئنا اليوم نبلغ ذلك ليعلن أن مكة بلد حرام إلى يوم القيامة كما أراد الله. من عظمة مكة أيها المسلمون تعظيمها في القلب، لأنها عظيمة عند الله. حسبكم أنها بلد الله، والله عز وجل قد أقسم بمكة مرتين في القرآن. المرة الأولى في قوله سبحانه وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، هذا قسم واسم الإشارة إلى مكة، قال: وهذا البلد الأمين، فأقسم الله به واصفا إياه بالأمين. فأين القسم الثاني في القرآن؟ لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. أقسم الله مرتين بمكة: وأنتم تعلمون رعاكم الله
أن الله إذا أقسم بشيء من خلقه كان دلالة على تعظيمه وتنويها بشأنه، فأقسم الله بمكة تعظيما لها ودلالة على عظيم شأنها. دعا إبراهيم عليه السلام لمكة، فكان هذا من خصائص هذا البلد الذي أنتم فيه اليوم، حجاج بيت الله الحرام. ودعوة الخليل إبراهيم عليه السلام كانت في مواضع، فلما أسكن زوجه هاجر وابنه إسماعيل عليه السلام قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. جعل دعوته أن تكون قلوب الناس تهوى هذه الأماكن الطيبة المباركة، فجعل الله عز وجل قلوب المسلمين تهوى هذا المكان وتحبه وتتعلق به. فترى المسلم من شرق الأرض وغربها يحب مكة ويهواها، لأن إبراهيم عليه السلام قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فما زالت قلوب المسلمين تميل إلى بلد الله الحرام وتشتاق إليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير لو قال إبراهيم عليه السلام فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم من غير تقييد، لأن الآية فاجعل أفئدة من الناس بالتبعيض للبعض، قال فلو قال فاجعل أفئدة الناس على التعميم قال لازدحمت عليه فارس والروم واليهود والنصارى والناس كلهم، ولكن قال أفئدة من الناس فاختص به المسلمون. هذه الخصوصية إجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. دعا إبراهيم عليه السلام قال وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، وارزق أهله من الثمرات، دعا برزق الثمرات. قال وفي دعوة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. استجاب الله دعوات إبراهيم عليه السلام لمكة كلها، فاستجاب الله دعوته فاصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا منهم، وكان خاتم النبيين وصفوة المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. ودعا برزق الثمرات، فجعل الله هذا البلد الحرام تجبى إليه ثمرات كل شيء. قال الله عز وجل أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، قال أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. في مكة تجدون فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، في مكة تجدون الثمرات والأرزاق تجبى إليه من كل بلاد الدنيا. نعم التجارة اليوم أصبحت عالمية لا تحدها حدود، لكن مكة حماها الله ما زالت ترزق هذا الرزق منذ دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام قبل أن تعرف التجارة العالمية هذه الطرق المفتوحة والواسعة التي تجوب أرض الدنيا كلها. ما زالت يا كرام دعوات الخليل إبراهيم عليه السلام بهذا الدعاء المبارك الذي جعله لأهل هذا البلد والقادمين إليه. وأما دعوته لهذه الأمة فقد وافقت الدعوة المستجابة، قال صلى الله عليه وسلم إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم عليه السلام لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت نورا إلى آخر الحديث. فبين أن الله أجاب دعوة إبراهيم عليه السلام باصطفائه صلى الله عليه وسلم رسولا من أهل هذه البلد. ما زالت مكة أحب بلد إلى الله، والمسلم المعظم لله يحب ما أحب الله. تحب مكة عبد الله؟ ينبغي أن تحبها ولو لم توافق هواك، ولو لم تجد فيها ما يعجبك. من أحب الله أحب ما أحبه الله، ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب ما أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بلد يا كرام أحبه ربكم من فوق سبع سماوات واختاره الله، هذا بلد أحبه نبيكم صلى الله عليه وسلم. في الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي وحسنه
وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة: ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما سكنت غيرك. فأثبت عليه الصلاة والسلام حبه لمكة، وفي رواية أنه قالها وهو على أعتابها خارجا منها مهاجرا صلى الله عليه وسلم، يعلنها أن خروجها لم يكن رغبة عنها ولا انصرافا عن حبها، لكنه الاضطرار الذي اضطره فيه كفار قريش آنذاك للخروج منها. ولهذا لما فتحت مكة وقدم عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يسألون: أتنزل غدا دارك بمكة يا رسول الله؟ أتعود إلى دارك؟ أتبقى بها؟ فكان هذا متوقعا، لولا أنه عليه الصلاة والسلام أعلنها لهم بأنه سيعود معهم إلى ديارهم بالمدينة. وفي حديث آخر فيما أخرجه الترمذي أيضا وصححه، والنسائي في سنن الكبرى وابن ماجة، والحاكم أيضا وصححه، من حديث عبد الله بن عدي بن حمراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة، وهي رابية صغيرة كانت موضع سوق لأهل مكة، ثم دخلت بعد في المسجد الحرام الذي تصلون فيه الآن. وقف على الحزورة فقال: إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. هذا التصريح يا كرام نص في حب ربكم لهذا البلد وحب نبيكم صلى الله عليه وسلم لهذا البلد، فحق على كل مسلم أن يحب هذا البلد سواء قدمه أو ما قدم. ولا تزال الألوف المؤلفة من أمة الإسلام لم تكتحل عينها بعد برؤية البلد الحرام، ولا تشرفت بالقدوم حجا ولا عمرة، لكنها والله تحمل في قلوبها شوقا عظيما وحبا دفينا. هكذا هو المؤمل في قلب كل المسلمين، حب مكة لحب الله لها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. مكة حرسها الله، جعلها مباركة، آمنة، أمينة، محمية من دخول الدجال آخر الزمان. وهذه كرامة من الله للحرمين مكة والمدينة ألا يدخلهما الدجال آخر الزمان، لأن الله قد هيأ من الملائكة الكرام عليهم السلام من يحمي هذين الحرمين ويحرسهما، فلا يتمكن الدجال وقد ساح في الأرض وأتاها شرقا وغربا، ما ترك قرية ولا بلدة إلا دخلها إلا مكة والمدينة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه فيما أخرج البخاري: ليس بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس من نقابها نقب، يعني من طرقها بين الجبال، ليس من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها. قال: ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. وفي حديث تميم الداري رضي الله عنه عند الإمام مسلم، وفيه لما رأى المسيح الدجال قال: إني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. نعوذ بالله من فتنة الدجال. مكة والمدينة مأرز الإيمان، ومعنى المأرز المكان الذي يأوي إليه الإيمان آخر الزمان ويرتكز فيه ويبقى محفوظا فيه. في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها.
يأرز أن ينضم ويجتمع بعضه إلى بعض، هذا عندما يعم الفساد آخر الزمان وينتشر الشر والظلم والطغيان ويضعف الإيمان ويتلاشى من صدور العباد ويفشو كثير من مظاهر الكفر. يقول عليه الصلاة والسلام: لن تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله. في آخر الزمان عندما يعم الشر والفساد والكفر والظلم، يبقى هذا الدين محفوظا في هذين البلدين. وإن الإيمان لا يأرز بين المسجدين، يعني مكة والمدينة، المسجد الحرام ومسجده عليه الصلاة والسلام. قال: كما تأرز الحية في جحرها. أرأيت هذا المثل؟ وكيف أن الحية إذا هربت مما تخاف فإنها في سرعة هروبها ثم دخولها في جحرها، ثم إذا دخلت كيف اجتمعت والتوت فصارت منضمة من خشية أن يصلها شيء يؤذيها. شبه الإيمان في سرعة زواله من مدن الدنيا ووجه الأرض آخر الزمان، في سرعة زواله كسرعة انقضاء الحية وأروزها إلى جحرها. ثم اكتناز الحية في جحرها شبه به اكتناز الإيمان في هذين الحرمين، في المسجدين مكة والمدينة، فيبقى الإيمان مكتنزا مجموعا بعضه إلى بعض، كرامة من الله ومنقبة لهذين البلدين والحرمين الشريفين. أما مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام فهي أمنية كل مسلم يكرمه الله بالصلاة أن ينال شرفها. في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم مبينا فضل الصلاة هاهنا، قال: صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والحديث عند البخاري من حديث أبي هريرة، وفي صحيح مسلم أيضا، وفي حديث جابر فيما أخرج الأئمة أحمد وابن ماجه وصححه الألباني في سنن ابن ماجه، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. هذه المضاعفة كرامة من الله. قال أهل العلم: هذه كرامة الضيف الوافد إلى بيت الله. أتيت بيت الله فأنت ضيف، ومن كرامتك عند الله أن يضاعف لك أجر الصلاة. حق حق على الضيف الإكرام، وربنا أكرم الأكرمين. ما قدم أحد من عباده فأتى بيته الحرام ودخل المسجد الحرام إلا أكرمه الله فجعل صلاته مضاعفة. هذا الباب الكبير يا كرام، وهذا الأجر العظيم هو منة من الله، هي كرامة لكل من أكرمه الله فأتى فصلى. هذه المضاعفة للصلاة في المسجد الحرام على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تشمل حد الحرم في مكة كلها، وليست هذا المسجد المحاط بالبناء حول الكعبة فحسب، وذلك أن مكة كلها سماها الله المسجد الحرام. في آية الحج في هدي التمتع قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد، يعني الهدي، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وليس المقصود بأن أحدا يسكن بأهله في المسجد المحيط بالكعبة. حاضر المسجد الحرام يعني حاضر مكة وأهلها المستوطنين بها المقيمين بها. فهذا من الله وصف لمكة كلها وتسمية لها بالمسجد الحرام. ومثله أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هل المنهي عنه دخول المشركين هذا المسجد المحيط بالكعبة أو مكة كلها؟ فمكة بالحرم كله تسمى المسجد الحرام. وهنا سنفهم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه، أنها تعميم لهذا الحرم كله. والمسألة إن كانت محل خلاف بين أهل العلم، لكنه يترجح منها تعميم حرم مكة كله بمضاعفة الصلاة 100,000. فمن صلى في المسجد الذي بجوار السكن الذي ينزل به في أي حي من أحياء مكة داخل حدود الحرم
نال بفضل الله أجر المضاعفة بمئة ألف صلاة. وتبقى المضاعفة ليست وحدها كل الفضل، لأن الفضل يزداد ها هنا في هذا المسجد لكثرة الجماعة وقدم البناء والقرب من الكعبة، وربما أكرم الله المصلي فيه فشهد جنازة وصلى عليها، أو وجد فرصة فطاف بالكعبة. وتبقى لهذه البقعة من الفضائل والخيرات ما لا يوازيها غيرها من المساجد على الإطلاق. لكن التيسير على الحجيج في هذه الأزمنة والتخفيف عنهم وملأ قلوبهم من الشوق بالصلاة هو بإكرامهم بهذه السعة أن يصلي الحاج في أي مسجد يليه من مساجد مكة، ويملأ قلبه شوقاً وحرصاً على الأجر بنيل المضاعفة في كل تلك المساجد فضلاً من الله. وربما وجد بعض الحجيج في نفسه حرجاً، كيف يأتي مكة ثم يمكث بها أياماً يحرم من الإتيان إلى المسجد الحرام لبعد المسافة أو مشقة السير أو حرارة الشمس أو تعب البدن وإرهاق الجسد؟ فتجد بعضهم ربما سأل يتقطع قلبه حسرة، يخشى أن يكون هذا حرمانا أو أن يكون هذا فواتا للأجر. وربما شعر بعضهم بشيء من الإثم فجاء يسأل. لا يا كرام، هي كرامة من الله، وهي بفضل الله تنال إن شاء الله بالصلاة في مساجد مكة كلها في حد الحرم من كل النواحي. وقد رجح ذلك جمع من أهل العلم سلفا وخلفا. هذه المضاعفة يا كرام في بيان فضل الصلاة في المسجد الحرام دلالة على كرم عظيم من الله جل جلاله لمن جاء من عباده إلى البيت الحرام. هذه المضاعفة المختصة بالصلاة لا يصح أن نعديها إلى غيرها من الطاعات، فلا يثبت نص في مضاعفة الصيام بمكة أو مضاعفة الصدقة، فليست الصدقة بمائة ألف صدقة وليس الصيام بمائة ألف صيام، لكنه يضاعف الأجر والثواب والحسنات كيفا لا كما، بمعنى أنك في بلد عظيم وفي جوار أكرم الأكرمين، فيبقى للطاعة ثقلها وليس كثرة عددها. لا نستطيع أن نقول إن صوم يوم هنا بمكة يساوي مائة ألف يوم، لأنه لم يدل الدليل على ذلك، لكن يبقى للحسنات ثقلها وشرفها وفضلها ومكانتها. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الطاعة تفضل في المكان الفاضل وفي الزمان الفاضل، وإن الحسنة يعظم أجرها لا بتعدادها في الحساب لكن بوزنها في الميزان يوم القيامة. فمن تصدق أو صام أو صلى أو ذكر الله أو قرأ القرآن كان له أجر الثواب ذلك كله. كما أن الصلاة هنا في الحديث أيها الحجاج تشمل الصلاة فرضا ونفلا، فمن أكرمه الله فصلى فريضة وتنفل وقام الليل وصلى الوتر وأي شيء من الصلوات التطوعات والسنن والمستحبات كان له أجر ذلك مضاعفا كرما من الله جل جلاله. المضاعفة في الصلاة فضلا من الله سبحانه وتعالى لهذا المكان العظيم ولهذا الأجر الكريم. وقد جاء عن التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح إمام أهل مكة في زمانه، وقد سأله الربيع بن صبيح فقال له يا أبا محمد، هذا الفضل الذي يذكر في المسجد الحرام وحده أو في الحرم كله؟ فقال عطاء بل في الحرم كله، فإن الحرم كله مسجد. ويقول شيخ الإسلام والصلاة وغيرها من القربات بمكة أفضل، والمجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه وتقواه أفضل حيث كان، وتضاعف السيئة والحسنة بمكان أو زمان فاضل. من أجل ذلك عظم شأن الذنب والمعصية في البلد الحرام، لأنها في جوار الملك العلام. فإن من جاور عظيما من العظماء أو أميرا من الأمراء أو رئيسا من الرؤساء أخذ نفسه بالحشمة والأدب في ذلك الجوار، فكيف بجوار رب الأرباب وملك الملوك ومن جاء مكة وافدا في حج وعمرة أو مقيما بها إلى ما شاء الله أن يقيم؟ حقه أن يتأدب معظما حرمة مكة، فإذا همت نفسه بالمعصية
أدبها بتذكر عظمة هذا المكان، وأخذ بزمامها وخطمها، فأحسن معاني التقوى في قلبه. قال ابن جرير في تفسير قوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، قال: هو أن يميل في البيت الحرام بظلم. الظلم فسره بعض العلماء بالشرك، وآخرون باستحلال الحرام أو ركوب الحرام، وبعض فسره باحتكار الطعام بمكة. كل ذلك ذكره الطبري رحمه الله في تفسيره. والإلحاد في عمومه يشمل المنكرات وغيرها، وهو من باب التفسير بالمثل. والأظهر والعلم عند الله أن قوله ومن يرد فيه بإلحاد يعم كل معصية. قال ابن كثير: وهذه الآثار وإن دلت على أن هذه الأشياء في من الإلحاد، لكن ما هو أعم من ذلك، بل فيها تنبيه على ما هو أغلظ. ولهذا لما هم أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. ولذلك عد الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عد الإلحاد في الحرم من كبائر الذنوب والآثام. في تفسير الطبري قال: أتيت ابن عمر وهو في ظل أراك يوم عرفة يصب الماء على رأسه ووجهه، قلت له: أخبرني عن الكبائر. قال: هي تسع. قلت: ما هن؟ ثم ذكر: والإلحاد في البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. هذا التنبيه يا كرام تحريما للبيت الحرام وتعظيما هو أحد الأسباب الجالبة للتقوى لكل من جاء مكة. كيف؟ من أكرمه الله فجاء مكة وتذكر معنى التعظيم للمعصية جاهد نفسه فقلت سيئاته، وجاهد نفسه في الاستكثار من الطاعات. هذه هي التقوى، أن تزداد طاعاتك ويقوى إيمانك، وأن تقل سيئاتك ويقل عصيانك. هكذا نوطن أنفسنا على التقوى ونسوقها في درب الهداية. فحق على من جاء مستشعرا عظمة البيت الحرام، مؤدبا نفسه في جوار الملك العلام، أن يرتقي إيمانه. إي والله يا كرام، هي فرصة لأن تكون لك صولة وجولة تغلب فيها نفسك وهواك والشيطان. هي جولة من جولات الإيمان والظفر، تتقوى فيها بإيمانك، والله عز وجل يسددك ويعينك ويؤيدك، وأنت عبد الله بطاعتك، خصوصا وقد حججت بيت الله الحرام. لتجدن من أسباب التوفيق، وتجدن أيضا من حبال السداد التي يمدك الله بها ما تستعين بها على تثبيت قدميك على طريق الطاعة. يقال هذا لكل عبد أكرمه الله فجاء يحج بيت الله الحرام. ما يزال أيها الكرام في معاني البيت الحرام وفضائله وخصائصه أمر عظيم، ولهذا خص البيت الحرام ومكة وهذا البلد العظيم بخصائص قال عليه الصلاة والسلام مبينا في معانيها: لا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. فلا ينفر الصيد ولا يصاد ولا يقطع النبات فيها ولا يؤكل فيها النبات. قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، فاللقطة وهي المال الساقط من صاحبه لا يحل مد اليد إليه وأخذه إلا من باب البحث عن صاحبه لردها إليه. تبقى مكة بهذه المعاني موئلا تعظم فيه النفوس وتزداد فيه تقوى لله. وهكذا يراد لكل من جاء أيها الحجيج إلى بيت الله الحرام ألا ينصرف من هذا البيت الحرام والبلد الأمين إلا وقد امتلأ قلبه تعظيما لما عظم الله. وهذا مقصد عظيم في رحلة الحج حجاج بيت الله الحرام. فاملأوا صدوركم من تعظيمكم لربكم، واملأوا قلوبكم من تقواكم لخالقكم، فلنعم ما ترجعون به والله من حجكم. اللهم فآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا راسخا وعلما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. تقبل يا رب من الحجيج حجهم، ويسر لهم عودتهم إلى بلدانهم وديارهم وأهليهم في حفظ وأمان وسلامة وإسلام. اللهم لا ترجعهم إلا وقد غفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم وتقبلت حجهم يا حي يا قيوم.